اليوم نحن نحارب بسوريا. لنقل الأمور ببساطة. من يحارب بسوريا؟ سماحة الشيخ. حزب الله. حزب الله يحارب بسوريا. نعم. أو يدافع أو يساعد اللبنانيين الموجودين في القرى والبلدات السورية للدفاع عن أنفسهم. أنا لا أريد أن أختبئ وراء إصبعي. الشيعة بسوريا ليسوا بحاجة لمن يدافع عنهم، بل بالعكس، حتى الشيعة نحن ورطناهم، نحن زجيناهم. اليوم الشيعة بسوريا بقطر بسببنا، من ورائنا، نحن نتحمل مسؤولية أذى أي شيعي في سوريا. نحن الذين سببنا لهم المشاكل، نحن الذين سببنا لهم الألم. السوريون، الشيعة السوريون ليسوا بحاجة لمساعدتنا ومناصرتنا. كذلك السيدة زينب مش بحاجة حجارتها لمن يحميها. ليش السنة هنا يعني بيكرهوا السيدة زينب ونحن من حبها؟ السيدة زينب، السيدة زينب جليلة عند كل المسلمين. هذا كلام فارغ، هذه ياسطة للاختباء خلفها، سواء كان موضوع حماية اللبنانيين في سوريا الشيعة أو حماية مقام السيدة زينب. هذا لعملية تضليل لبعض البسطاء والإيحاء لهم بأمور غير حقيقية. الموضوع ليس هنا، الموضوع حماية النظام، الموضوع الدفاع عن الظالم المجرم الذي يقتل شعبه. أيعقل أن الشعب السوري يقصف ويدمر بكل أنواع الأسلحة؟ ولا مرة سوريا استخدمت صاروخ باتجاه فلسطين المنطقة. أنا بدي أسأل سؤال، من المستفيد الوحيد؟ إسرائيل. إسرائيل. طب يعني نحن اليوم نقوم بخدمة العدو الإسرائيلي، دخولنا إلى سوريا يخدم العدو الإسرائيلي. أكثر من هذا، خليكم واضحين، لن يسمح أن ينتصر أحد الفريقين بهذه المعركة. المصلحة أن يخسر الفريقان، أن تقتل الأمة وتدمر، هذه مصلحة إسرائيل أو غير إسرائيل. الدول الكبرى مصلحتها أن نمزق طائفيا من لبنان على العراق على سوريا إلى النهاية. هي أكبر خدمة بيصير. أجلك الله حشرة تمر من هنا إلى آخر الدنيا، لا يستطيع أحد أن يقول لها ماذا تفعلين. وأي خدمة، وأي خدمة أيها القيادة الإيرانية، أي خدمة أكبر من هذه الخدمة للإسرائيليين ولأعداء الأمة ولمحتلي القدس الشريف؟ أي خدمة داخل سوريا؟ ألا يحق لحزب الله أن يقوم بهذا الأمر؟ لا، حزب الله، خلني انتبه، حزب الله يورط شيعة سوريا بمأساة. كل قتيل في سوريا من الشيعة حزب الله سبب قتله. كل بيت يدمر، كل شجرة تقطع، حزب الله يتحمل مسؤولية وإيران تتحمل مسؤولية. كان باستطاعتنا أن نجنب شيعة سوريا وشيعة لبنان والمنطقة صراع المذهب الكري. في شعب وفي حاكم ظالم، هالشعب يريد أن يتخلص من هذا الحاكم. لا يجوز لنا نحن ندعي بأننا أنصار الإمام الحسين ونبكي على مظلومية إمام الحسين، وحينما نتحدث عن أن الإمام الحسين لما خرج، خرج ضد الظلم، لأنه لا يجوز. هذا ظلم. طب سمعت شيخ، هذا جريم. أنه نطلع نحن نشتم إسرائيل بالإعلام ونتحدث ونتحدث، ثم نذهب إلى سلاح المقاومة وشباب المقاومة، هؤلاء غاليين على قلبنا كثير. هؤلاء أنا جدا حريص عليهم. أنا حينما أرى أو أسمع أن شاب من شبابنا الطيبين أخذ إلى سوريا وقتل وجيء به إلى لبنان يدفن، أنا تدفن روحي معه. لما هذا الفعل المنكر؟ لما هذا العمل الخاطئ؟ لما هذا حرام؟ هذه جريمة ترتكب. نحن بدل أن يكون شبابنا لقتال العدو الإسرائيلي صاروا لخدمته. أنا أعرف أن الفرحة الكبرى في إسرائيل اليوم بما يفعل حزب الله. الآن بعض الناس يسألني بعض الأحيان، أيعقل أن الإسرائيليين يمكن أن يوجهوا ضربة إلى لبنان إلى المقاومة؟ أنا أضحك وأقول له ولماذا؟ بالعكس، اليوم الإسرائيلي هو أحرص الناس
على حزب الله والمقاومة إذا كملت طريقها في القتال في سوريا، لأنه لا يمكن لأي جهة أن تخدم إسرائيل أكثر من هذه الخدمة التي نقدمها نحن اليوم. لكن سيد حسن نصر الله يستمر في كلامه التصعيدي ضد إسرائيل، وقد سمعناه في خطابه الأخير حيث هدد بضرب منشآت حيوية في الداخل الإسرائيلي أو في العنق الإسرائيلي في حال فكرت إسرائيل بشن أي غارة أو أي عدوان على لبنان. ولن تفكر إسرائيل بالعدوان على لبنان، بل بالعكس إسرائيل حريصة جدا اليوم على حزب الله الذي يقاتل في سوريا، لأنه يشكل عمليا نحر للأمة الإسرائيلية. ليش الأمريكاني إلى اليوم ليش هو ما سمح لحدا يسلح المعارضة بسوريا؟ من حامي معلش من حامي النظام السوري حتى اليوم؟ من مانع المقاومة في سوريا من إسقاط النظام حتى اليوم؟ الأمريكي. الأمريكي واضح لا يريد أن يسقط النظام الآن. طيب بعد اليوم يعني الشعب السوري يقتل منذ عشرات السنين، يذبح، نحن نعرف بالسجون السورية ماذا يحصل من زمان، لكن ولا أحد يتكلم لأنه في تواطؤ عام. هل تقتل عربي ودولة حول الموضوع؟ هل تقتل الناس؟ بيسألك هل من يقتل من حزب الله في سوريا هو شهيد؟ شهيد لأنه قتل أطفال المسلمين، شهيد لأنه روعهم، شهيد لأنه دمر بيوتهم، شهيد لأنه عم يحرر فلسطين. لا، ليس شهيد، ليس شهيدا، هذا إلى جهنم أكيد بنص القرآن الكريم.